وكان حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى قد غادر بحفظ الله ورعايته أرض الوطن هذا اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، لترأس جلالته وفد مملكة البحرين إلى أعمال القمتين الطارئتين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، والدورة 14 لمؤتمر القمة الإسلامي التي تستضيفها مكة المكرمة، وذلك بدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه. وكان في مقدمة مودعي جلالة الملك المفدى لدى مغادرته قاعدة الصخير الجوية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، رافقت صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال.